مشاهدينا السلام عليكم. في هذا البث المباشر اللي كنقدموا لكم مباشرة من جماعة المحمدية بشاهد ما قبل دورة الجماعة المحمدية. غالبا الرئيس ما غاديش يحضر لترأس الدورة بحكم انه كما كتشوفوا بأسورك كيترأس احد النواب ديال الرئيس اللي جالس في الكرسي ديال الرئيس. اذا كما كتشوفوا الحضور اللي كاين لحد الساعة. هل الآن حضور باهت؟ يعني كما كتشوفوا تم تأجيل. خديجة التعليق ديالكم. أنا عضو بجماعة المحمدية. خديجة عدم يعني انعقاد الدورة. السلام عليكم ورحمة الله. كالعادة كان مقرر أن اليوم عندنا الدورة العادية ديال شهر ماي. جينا باش نأديو الواجب كفارق في أغلبية ديال مع في المجلس. نتفاجأ بأن ما يعني الغياب ديال الفريق ديال الأحرار. لا 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 غير باش نحدو على الأقل كاين الغياب ديال الفريق الأحرار خصوصا هو لأنه هو اللي عندهم السيادة داخل المجلس إلى جانب المعارضة. مما وباقي الأعضاء الآخرين هذا الشيء غريب يعني ما فهمنا والو. المهم على أيين احنا جينا اليوم سجلت الحضور ديالي. الوحيدة بالصف كامل كما كنشوفوا بأسرة كما كتشوف يعني هذا الصف هذا الصف كيكون فيه الديمقراطيين الجدد كيكونوا الاحرار كيكون جبهه القوى الديمقراطيه كاين احزاب عده في هذا الصف هذا دونك كاينه غير انا بوحديتي. ما عرفناش شنو وقع. على العموم حنا التاريخ كيسجل حنا جينا نأديو الدور ديالنا. حنا ما كيهمناش يعني هذا بقدر ما كتهمنا المدينه والسكينه. حنا جينا اليوم لان يعني الدوره كاينه اليوم كان المفروض ان كل شيء يحضر وندوزوها الى الرئيس. ما كاينش غايب راه كاين السيد النائب اللي يقدر يدوزها وما نعطلوش العجله ديال التنميه ديال المدينه لمصالح المواطنين لمصالح المواطنين والمدينه ككل. وهذا الشيء اللي كاين. حنا جينا هنا باش نخدموا. حنا ما عندنا حتى شي مشكل مع اي فريق. ما عندنا حتى شي مشكل سواء مع الرئيس ولا هذا. ما عندنا حتى شي اشكال الحمد لله. حنا جينا هنا باش نخدموا. كان الجو مهيئ باش نخدموا تبارك الله. سينا راه احنا جينا وحنا غادي نمشيو. شكرا. العفو. السلام عليكم. كيف شي يعني عدم انعقاد الدورة السابقة؟ باللي بكل صراحة. نعم. بالصراحة المعهودة ديال بالنسبة لنا كفدرية. احنا في فدرية اليسار حضرنا سناء حدنان عندها شي عذر قاهر ودارت رساله ديال الاعتذار. ولكن انا شفت ان هذه العمليه وكانها مدبره هذه العمليه ديال ما حضر حتى واحد. انا ما عرفتش العدد اللي حضر دابا واش 5 ولا 6 تماما. هي مدبره ديال انه ما يكتملش النصاب ومن بعيد ماشي زعما على جوج اصوات او ثلاثه او اربعه من بعيد. فاذا ما عرفتش وكاني اراك يعني مذهولا وخا نقولها بالدارجه وكانك بحال ما فهمتي والو. لا ما فهمت. فهمت وما فهمتش. فهمتي وما فهمتش. فهمت بانه ربما حتى لا يتكرر انه واحد المجموعه تقاطع الدوره بحال المره اللي دازت. نعم.
فاذا هذيك الامكانيه ديال الدوره تؤجل، هما دارتها الاغلبيه وبقرار مفكر فيه ومدبر، وغادي يتم تعاود نفس الشيء وغادي نجيو مباشره للدوره اللي غادي تكون فيها اللي غتتم بعدد الحاضرين، وستتم باغلبيه الحاضرين حقا ماشي عدد الحاضرين. انا كنتصور ان الامور هكذا، ولكن اهم من هذا الشيء هذا هو الموقف. والموقف من احنا بالنسبه لنا هذه القضيه ماشي معقوله. نعم صحيح، هذه ماشي معقوله. حتى حنا بالنسبه لنا كفدرة اليسار ماشي معقوله انه الدوره تاجل ان تستدعوا وتؤجل بشكل 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 مدبر. لا غريبه، كاينه مصالح ديال السكان، كاينه مصالح ديال المدينه، كاين واحد العدد الحوايج خصنا نوقفوا عليها. اذا كان يجب ان تمر الدوره في 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 وقتها بعيدا على هاد على هاد المزايدات اللعيبات وهاد ليزاستيس وكذا. هادشي ما عندنا نقدروا به وماشي مصلحه المدينه. نتمنى خير المستقبل. تبارك الله عليك. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. السميه والصفه ديالكم؟ حسن باكوري، نائب الثالث لرئيس المجلس البلدي المحمديه. كيفاش مرت عدم انعقاد الدور عفوا؟ وهو راكم شفتوا يعني النصاب ما كانش مكتمل النصاب، وبالتالي تطبيقا للقانون حنايا راه اجلناها لجلستين لاحقه ان شاء الله سيتم الاعلان على التاريخ ديالها ودعوه الاخوان. بيان سور كاينين اسباب اللي خلات انها تاجل. لوضحوا الساكنه لك اشارات منها. هي كاين فيها نقاط مهمه، وخص بعدا اول حاجه السبب الاول هو انه خص حضور ديال كل شيء. كاين بعض الاعضاء اللي كتعذر عليهم انهم يتحضروا اليوم، فبالتالي ان ارتئينا اننا ناجلوها. من الاحسن اننا ناجلوها حتى يكون صار الحضور. شحال اللي حضروا؟ في هذيك الساعة كانوا يمكن سبعة ولا سبعة ديال الأعضاء هم اللي شفتوهم ولا ثمانية. ناهيك عن اللي تسجلوا وما جاوش. كاينين غيابات، كاينين الناس اللي في الخارج، كاينين يعني ماشي غيابات متعمدة للضرب في هذه المسائل ديال اللي كتهم الساكنة. كاين غيابات بعذر، وبالتالي من الأحسن أننا نأجلوها. شكرا، نتمنى الخير إن شاء الله. إذا مشاهدينا تأجلات الدورة للجامعة المحمدية، دمتم بخير وإلى اللقاء.